الترجي الرياضي الجلزيسي سجل 25 هدف. بالنسبة لمباراة الذهاب دارت في تونس بالتحديد في ديسمبر 2014 في الملعب الأولمبي برادس، والتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. نتابع المخالفة لصالح النادي الافريقي امام الكرة التيجاني بالعيد، والحارس اشرف كرير، الحارس اشرف كرير في المكان المناسب، اشرف كرير في المكان المناسب. اعادة من جديد وتجربة في عديد الاندية الكرة التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد. وصابر خليفة، صابر خليفة في منطقة الجزاء، صابر خليفة الى عماد المنياوي، وثم سيدو سليفو، ويصوب سيدو سليفو والكرة خارج الميدان. هل شاكر الرقيعي والكرة قريبة من المرمى، المخالفة المباغتة من قائد الترجي الرياضي الجرزيسي. أكيد ثم إعادة بالنسبة للمخالفة، نشوفوا المباغتة من شاكر الرقيعي بالرجلة اليمنى والكرة خارج الميدان والكرة يمر عبر ستيفان حسين ناطر. شوفوا الضغط بن غوميز وكذلك جاك بيسان، وجاك بيسان والخروج لفاروق بن مصطفى. واضح الضغط من جانب جاك بيسان وما عطاش الحل لارجاع الكره من وسط ميدان الافريقي والخروج الاضطراري لحارس النادي الافريقي. نشوفوا الدولي فاروق بولا لكره القدم، تاكيد على قيمه المهاجمين متوسطي الميدان والافريقي. 48 هدف الى حد الان وفي رصيده احسن هدف، والمحاوله من شاكر الرقيعي والحارس فاروق بن مصطفى. الاجابه من الحارس فاروق بن مصطفى بعد المحاوله من شاكر الرقيعي. اذا اعاده من جديد الكره ومخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرزيسي اللي في اخر لقاء قمه هنا في جرزيس كان تعادل هدف مقابل هدف مع النجم الرياضي الساحلي، وكان لقاء شيق بين الفريقين. المتابعه للمخالفه مروان تريتر وسليم باشا، والعمليه الثلاثيه تنتهي بتصويبه من المدافع سليم باشا خارج الميدان. جاك بيسان ودقيقتين وقت بديل كما قلنا، ولا خاطر ريت الحكم الرابع مشى للوحه معناها باش يعمل وقت بديل اخر، انما يتراجع والحكم وسيم بن صالح يعلن عن نهايه الشوط الاول. والوذر في شهاب الزغلامي وسيف الدين الجزيري، الترجي الجزيسي حمزه عداله، محمود الدريدي، محمد بوزوميتا، زياد العونلي، يسري عداله، محمد علي سلامه، ومحمد علي الجويني. اذا انطلاق الفتره الثانيه والمباراه رقم 40 بين الفريقين، وشوط ثاني من الحجم الثقيل ان صح التعبير بالنسبه لنتيجه المباراه مع الشوط الاول. وشفنا التغطيه كذلك امام صابر خليفه، وصابر خليفه والتصويبه، التصويبه من صابر خليفه، وثم ركنيه لصالح النادي الافريقي. المحاولة والمباغة نشوفه من جانب صابر خليفة، قلت أي خطأ في وسط الميدان بقيمة اللاعبين الموجودين في وسط ميدان الفريقين، أي خطأ ينجم يولي هدف للفريق المنافس. صابر خليفة، عماد المنياوي، والهدف الأول، الإمضاء لعماد المنياوي. قلت أول فتحة ممتازة بالنسبة لعماد المنياوي، رجل نهاية الموسم في النادي الافريقي، يحدث الفارق ويفتتح النتيجة. نشوفوا الكرة الذهبية، الكرة الحاسمة من صابر خليفة إلى عماد المنياوي اللي سجل كذلك في الدربي، كرة حاسمة من صابر خليفة الهدف، ورجل البطولة من جانب الافريقي. وعماد المنياوي يتمكن من احداث الفارق لصالح النادي الافريقي هنا في هدف ثمين بالنسبة لتشكيلة المدرب دانييل سانشيز. واضح عماد المنياوي
الغيابات اللي جابوا ثوادي مكنة عماد المنياوي من البروز وتأكيد نجاعته وتسجيل ومغادرة الحارس أشرف كرير من كرة ذهبية من كرة حاسمة من أسيست حاسم لصابر خليفة. مجدي المسرتي، مجدي المسرتي، ياسين الميكيري، شاكر رقيعي، شاكر رقيعي كجناح أيمن، شاكر رقيعي والهدف التعادل. الامضاء لشاكر رقيعي بخارج الرجل اليمنى، شاكر رقيعي يتمكن من تسجيل هدف التعادل بكرة مباغتة على مستوى القائم الأول. قلت مباراة مفتوحة على كل التكهنات على كل التوقعات، ومرة أخرى نلاحظ ونسجل أهداف هنا في مركب جرزيس. التعديل من شاكر رقيعي بعد أحدث الفارق من عماد المنياوي، 9 الأهداف من أحلى الأهداف من كرة دقيقة وناجعة من جانب شاكر رقيعي. وقت تأهب زيد العنيلي برشيرش على الميدان والكرة اللي غادت الحارس فاروق بن مصفى. قلت نعيشوا مفتوحة على كل التوقعات، هدف من عماد المنياوي، الإجابة من شاكر رقيعي القائد والهداف واللي أكد أنه من أبرز اللاعبين هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى. والتعديل في مرمى الحارس فاروق بن مصفى، ونتابع مجريات بقية اللقاء. هدف أول الإفريقي، الإجابة من الترجي الرياضي الجرزيسي ستيفان حسين ناطر في المحور والملعب التونسي في تونس. إرجاع الكرة من أشرف كرير والتأخر الأخير والضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي، ضربة جزاء لصالح النادي الإفريقي من كرة راجعة من دفاع الترجي الرياضي الجرزيسي. وثم نشوفوا التوزيعة كانت من ياسين الميكيري مباشرة لأشرف كرير، الكرة تخرج من مناطق الجزاء. نشوفوا التصويبة من عماد المنياوي يرجعها أشرف كرير، وثم شهاب الزغلامي اللي يتحصل على ضربة جزاء. أكيد درا وسيم بن صالح هفوة مرتكبة على شهاب الزغلامي، واللي خدامة كانوا منذ قليل في التشكيلة الأساسية. نشوفوا نافع الجبالي وشهاب الزغلامي وإشارة بهفوة من جانب الحكم وسيم بن صالح، والإعلان على ضربة جزاء لتشكيلة فريق باب جديد من فرصة آتية من كرة ثابتة بدات من ياسين الميكيري. إذا ننتظر في ضربة الجزاء والتنفيذ الاختصاصي وهدف البطولة وهدف النادي الإفريقي صابر خليفة. إذا صابر خليفة في وضعية حاسمة أمام الحارس أشرف كرير. ننتظر في التنفيذ لصابر خليفة، صابر خليفة أمام أشرف كرير، صابر خليفة هدفان مقابل هدف للنادي الإفريقي. هذه المرة من جديد يمر النادي الإفريقي إلى الأسبقية بفضل صابر خليفة بعد ما كان ممهد للهدف الأول، حاليا هو المسجل لضربة الجزاء والمجسم لضربة الجزاء. هدفان مقابل هدف لصالح النادي الإفريقي هنا في مركب جرزيس. والإصرار هذه المرة في العودة من جديد إلى الأسبقية، هدفين مقابل هدف لصالح النادي الإفريقي. سجل 50 هدف، هذه الإحصائيات الخاصة بالإفريقي إلى حد الآن، ورصيده 65 نقطة. الكرة من بلال العيفة، نهاية المباراة والبطولة لفريق باب جديد، هدفين مقابل هدف. ترجع البطولة لباب جديد لأول مرة منذ 2008، ومرة أخرى إطار فني فرنسي موجود كيما سنة 1996 مع جون سيرافان. والإفريقي قلت إذا يحب يفوز بلقب البطولة
يلزمه يفوز خارج الميدان، يلزمه ينتصر في جرزيس مع النتيجة اللي حققها كذلك النجم الرياضي الساحلي. أيضا تحية لفريق الترجي الرياضي الجرزيسي على الموسم الممتاز المقدم، والفرحة كبيرة من لاعبي النادي الإفريقي بعد نجاحهم في إحراز اللقب والعودة للمراهنة الموسم المقبل على مسابقة تشامبيونز ليج. زوز أهداف